السلام عليكم. في الفيديو نخدم واحد ليكزارسيس اللي فيه دومين دو ديفينيسيون ديال لي فونكسيون. دونك في هذا ليكزارسيس هذا لا كيسيون هي ديتيرميني لو دومين دو ديفينيسيون دي فونكسيون سويفونت. بالنسبه لهذا ليكزارسيس هذا كنا شفنا في الفيديو اللي قبل واحد لانتروديكسيون على الدومين دو ديفينيسيون شنو كيعني، كنا شفنا واحد لي زيكزامبل. دابا نخدموا لي زيكزارسيس. نبداو بهاد لي فونكسيون اللي هي الفونكسيون 1 و 2 و 3. دونك بالنسبه لهاد لي فونكسيون هادو دومين دو ديفينيسيون ديالهم ساهل. على ساهل بالنسبه للدومين دو ديفينيسيون ديال هاد لي فونكسيون هادو كنشوفوهم بانهم دي فونكسيون بولينوميال. بالنسبه لهادي بولينوم اللي هي اكس على بويسونس 2022 موينز 1، دونك هادي بولينوم. بولينوم هي حدوديه، حتى هادي بولينوم، حتى هادي بولينوم. قلنا بان دومين دو ديفينيسيون ديال لي فونكسيون بولينوم شنو هو؟ دومين دو ديفينيسيون هو R. R هي لونسومبل دي فالور ريال، فوالا. دونك هي R هو الدومين دو ديفينيسيون ديال دي فونكسيون هادو اللي هي x على لا بويسونس 2022 موانز 1، x على لا بويسونس 99 موان 3 x، و f دو x كتساوي x. ملي كنقولو الدومين دو ديفينيسيون ديالهم هو R، يعني كيلكو سوا النومبغ اللي خديتي من R غادي تلقى ليماج ديالو باغ الفونكسيون f. بالنسبه لهاد الفونكسيون هادي اللي واحد فونكسيون راسيونيل، فونكسيون راسيونيل هي اللي فيها الكسر. دونك دومين دو ديفينيسيون شنو قلنا؟ قلنا بان الا كانت عندنا واحد لا فونكسيون اف دو اكس كتساوي واحد بي دو اكس، بي دو اكس ديفيزي بار كي دو اكس، دومين دو ديفينيسيون ديال شنو هو؟ الكونديسيون ديالو هو لونسومبل دي اكس ابارتيان ار تيل كو هاد كي دو اكس مالو خصو يكون كيخالف صفر. دونك هاد كي دو اكس هذا خصو يكون ديفيرون دو زيرو. فهاد الكاد اللي عندنا كي دو اكس شنو هو؟ هو هذا. دونك هذا هو كي دو اكس. دونك خصنا 3x كاري موان 7x بلس 2 ديفيرون دو زيرو. دونك باش يكون هذا ديفيرون دو زيرو، دونك شنو هما لي فالور ديال اكس باش يكون هذا كيخالف صفر؟ كنشوفو بان هنا عندنا واحد المعادله من الدرجه الثانيه. دونك خصنا نكتبو هاد المعادله هاد الشكل هذا ديال اكس موان ا عامل اكس موان ب. هادشي كامل علاش؟ حيت لقينا الحلول ديال هاد المعادله هادي، مثلا لقينا الحل غير مثال، لقينا مثلا كيساوي 5. الى عوضنا هنا اكس ب5 هذا غادي يولي كيساوي 0. دونك هذا الكي دو اكس هذا غادي يولي كيساوي 0، حنا ما بغيناش يكون كيساوي 0. دونك خصنا نلقاو الحلول ديال هذه المعادله كي دو اكس. ملي غادي نلقاوهم غادي تولي بحال هكا. دونك هذا كتسمى التعميل ديالها، لا فاكتوريزاسيون ديال كي دو اكس اللي هي. ملي غادي نلقاو الشكل ديالها بحال هكا غادي نقولوا مثلا الا كان اكس كيساوي ا هاد التيرم غادي يولي يساوي زيرو، الا كان اكس كيساوي بي هاد التيرم غادي يكون كيساوي زيرو. ولكن باش هادشي كامل ما يساوي زيرو خص اكس يكون ديفيرون دو ا و ديفيرون دو بي. دونك باش نلقاو لي سوليسيون ديال هاد المعادله هادي نحسبو دلتا. دونك دلتا شنو كيساوي؟ دلتا كيساوي بي مربع ناقص 4 ا سي. بي مربع شنو هو؟ بي هو 7. 7 7 على بوسونس 2 شنو كتساوي؟ هي 49 ناقص 4 ا سي ناقص 4 في 3 في 2. دونك هادي شنو غادي تعطينا؟ غادي تعطينا 49 ناقص 24 غادي تعطينا 25. دونك لي سوليسيون ديال هاد ليكواسيون هادي شنو هما؟ دونك x1 2 هي موان b. شنو كنديرو موان b؟ دونك هي 7 بلس موان 5 على 2 a. a كتساوي 3 دونك 2 a غتعطينا 6. دونك هاد الحلول ديال المعادله هادي شنو هما؟ دونك عندي جوج حلول، كاين اكس 1 وكاين اكس 2. اكس 1 شنو كيساوي؟ 7 زائد 5 هي 12 ديفيزي بار 6 شنو غتعطينا؟ غادي تعطينا هي 2. الحل التالي شنو هو؟ 7 ناقص 5. 7 ناقص 5 هي 2، 2 على 6 هي 1 على 3. دونك هادو هما الحلول ديال هاد المعادله هادي. هاد المعادله هادي دابا كيمكن لينا نكتبوها على شكل شنو؟ دونك 3 اكس كاري موان 7 اكس زائد 2 كتساوي هي اكس ناقص 2 عامل لي اكس ناقص 1 على 3. حنا قلنا هاد كي دو اكس خصو يكون ديفيرون دو زيرو. دونك هذا خصو يكون ديفيرون دو زيرو. باش يكون هذا ديفيرون دو زيرو خص هذا يكون ديفيرون دو زيرو وهذا ديفيرون دو زيرو. دونك اكس خصو تكون ديفيرون 2 و اكس خصها تكون ديفيرون الواحد على 3. دونك الدومين دو ديفينيسيون ديال هاد الفونكسيون هادي شنو هو؟ هو ار. دونك دي اف شنو كيساوي؟ هو ار شنو نحيدو منه؟ ناقص
حيدو منا جو، حيدو منا الدوب، دوب صغير واحد على ثلاثة وجوج. دونك هذا هو الدومين دو ديفينيسيون ديال لا فونكسيون هادي. دابا نشوفو الدومين دو ديفينيسيون ديال لا فونكسيون هادي، راه نفس البلان. اون فوا كنشوفو عندنا واحد الفونكسيون اللي هي راسيونيل، كنقولو بان هذا خص يكون ديفيرون دو زيرو. دونك في امتحان مثلا خصك تكتب بحال هكا الدومين دو ديفينيسيون ديال لا فونكسيون شنو كيساوي، هو لونسومبل ديال لي بوان اكس ابارتيان ا تيل كو شنو، تيل كو اكس كاري ناقص 3 اكس زائد 4 سيكون كيخالف الصفر، كيخالف الصفر. باش يكون هذا كيخالف الصفر خصنا نلقاو الحلول ديال هذه المعادله. الحلول ديال المعادله اللي هي اكس كاري ناقص 3 اكس زائد 4 خصها تكون ديفيرون دو زيرو. حسبوا دلتا، دلتا شنو كيساوي، هو ب مربع لي 9 ناقص 4 ا شنو كيساوي، هو 1 سي 4. دونك 4 في 4 شنو تعطينا، هي 9 ناقص 16، 9 ناقص 16 شنو هي، هي ناقص 7. دونك هادي صغر من الصفر. هاد المعادله هادي ما عندهاش حلول في ار، ما عندهاش حلول في ار. شنو كيعني هذا، عوض باي عدد اللي هو كينشمل ار ما عمرك تلقاه كتساوي 0. دونك ما كاينش مشكل، دونك هذا ما عمرو كون كيساوي 0 في ار. دونك الدومين دو ديفينيسيون ديال الفونكسيون هادي، الدومين دو ديفينيسيون ديالها هو ار. علاش؟ حيت نقدروا نعوضوا هنا باي عدد غنلقاو ليماج ديالو. بالنسبه لهاد لا فونكسيون هادي اف دو اكس اللي كتساوي 1 على اكس كاري موان 2، دونك الدومين دو ديفينيسيون ديالها شنو هو، هو لونسومبل ديال لي اكس ابارتيان ار تيل كو، تيل كو شنو، خص هاد اكس كاري ديما اكس كاري موان 2 خص يكون ديفيرون دو زيرو. بالنسبه للحلول ديال اكس كاري موان 2 شنو هو، هاد اكس كاري موان 2 كيمكن لينا نكتبوه على شنو، ل اكس موان غاسين 2 عامل ل اكس بلس غاسين 2. دونك الحلول ديال هاد المعادله هادي شنو هما، هما غاسين 2 وموان، دونك هو غاسين 2 وموان غاسين 2، هادشي كامل خصو يكون ديفيرون دو زيرو. باش يكون هذا ديفيرون دو زيرو خص اكس يكون ديفيرون لاش، لغاسين 2 اي اكس خصها تكون ديفيرون اوسي لموان غاسين 2. دونك دومين دو ديفينيسيون ديال هاد الفونكسيون هادي شنو هو، هو ار حيد منا موان غاسين 2 و بليس غاسين 2. دونك هادي الدومين ديفينيسيون ديال حتى هو ساهل. دابا نشوف واحد الفونكسيون غاسين، هاد الفونكسيون غاسين شنو قلنا، قلنا بان الغاسين ديال واحد البي دو اكس دومين دو ديفينيسيون ديالها دي شنو هو، دومين دو ديفينيسيون ديالها هو لونسومبل ديال لي بوان اكس ابارتيان ا ار تيل كو ما بداخل الجذر اللي هو اكس كاري موان اكس خصو يكون اكبر من او يساوي صفر. دابا حنا خصنا نعرفو شنو هما القيم ديال اكس باش اللي يكون هذا ديما اكبر من او يساوي صفر. هاد اكس كاري موان اكس كيمكن لينا نكتبو على الشكل هذا، غنعملو اكس هي اكس عامل اكس موان زان. هنا نقدرو نديرو جدول الاشارة، جدول الاشارة كيف ما خدمنا في الفيديو اللي فات، جدول الاشارة هنا كنديرو اكس، هنا كنديرو مول لانفيني، هنا كنديرو ليس لانفيني، هنا كنديرو اكس. دونك عندنا اكس هنا اكس موان زان، هنا اكس عامل لإكس موان زان. دابا كنجيو لهنا لهاد اكس هذا كنشوفو فوقاش كينعدم، كينعدم يعني فوقاش هذا غادي يكون كيساوي زيرو، هذا غادي يكون كيساوي زيرو الا كانت اكس كتساوي زيرو. دونك هنا فهاد زيرو هادي هنا كينعدم، الا كان كينعدم اكس حتى اكس عامل لإكس موان زان حتى هو يكون كينعدم في زيرو. بالنسبه لإكس موان زان، اكس موان زان فوقاش كينعدم الا كان اكس كيساوي واحد، كنجيو لهنا كنقولو واحد نهبطو، دونك كينعدم في الواحد. كينعدم هنا، الا نعدم اكس موان زان حتى اكس عامل لإكس موان زان حتى هو غادي ينعدم في الواحد. هذا فوقاش غادي يكون كبر من الصفر، غادي يكون كبر من الصفر الا كان اكس كبر من الصفر. دونك هنا كنديرو اشاره ديال ا لي بلس، هنا بلس، هنا موان، الكادي حتى هي فوقاش غادي يكون اكس موان زان كبر من الصفر الا كان اكس كبر من الواحد، يعني من الواحد حتى بلس انفيني هذا غادي يكون موجب، هنا غادي يكون سالب، هنا غادي يكون سالب. هنا شنو عندنا، عندنا اكس عامل اكس موان زان اللي هي الضرب ديال هادو، نضربو الضرب، نديرو الضرب ديال الاشارات
بليس في البليس، بليس بليس في الموان، موان موان في الموان بليس. هنا شنو كنشوفو؟ كنشوفو بان اكس عامل اكس موان زان فوكاش غادي يكون كبر من او يساوي صفر، غادي يكون كبر من او يساوي صفر الا كان اكس في هذا المجال هذا اللي يعني اكس من الواحد بليس لانفيني ومن الزيرو لموان لانفيني. اما الا كان اكس محصور بين الزيرو والواحد هاد التيرم هذا غادي يكون صغر من صفر، حنا ما خصناش يكون ما بداخل الجدر صغر من صفر. دونك الدومين دو ديفينيسيون ديال هاد لا فونكسيون هادي اف شنو غادي يكون كيساوي؟ هو موان لانفيني من موان لانفيني الزيرو، زيرو من موان لانفيني الزيرو، الزيرو واش داخل ولا ما داخلش؟ الزيرو حتى هو داخل، دونك غادي يكون بحال هكا موان لانفيني الزيرو اتحاد شنو من الواحد لبليس لانفيني. دونك هذا هو الدومين دو ديفينيسيون ديالها. دابا نشوفو الدومين دو ديفينيسيون ديال هاد لا فونكسيون هادي. ديما كيكون عندنا جدر كنمشيو كنقولو بان الدومين دو ديفينيسيون شنو كيساوي؟ هو لونسومبل دي بوان ابارتيان ا ار تيل كو، هو لونسومبل دي بوان اكس ابارتيان ا ار تيل كو شنو؟ تيل كو ان هاد 16 ناقص اكس كاري خصو يكون اكبر من او يساوي صفر. دونك 16 ناقص اكس كاري شنو كيساوي؟ 16 ناقص اكس كاري شنو هو؟ هو 4 ناقص اكس عامل 4 زائد اكس. دونك هذه متطابقه هما اللي ا كاري موان بي كاري كتساوي هي ا موان بي عامل لي ا زائد بي. بالنسبه للتمار اللي كيكون فيهم جذر الحل باش نعرفو فوكاش كيكون هذا كبر من او يساوي صفر كنديرو جدول الاشاره. جدول الاشاره شنو كنديرو فيه؟ ديما انا قلنا كنديرو اكس، هنا كنديرو اكس، هنا 4 ناقص اكس، هنا 4 زائد اكس، هنا كنديرو نديرو 16 ناقص اكس كاري اللي هي 4 ناقص اكس عامل 4 زائد اكس. دابا كنشوفو هاد 4 ناقص اكس فاش كينعدم، يعني 4 ناقص اكس فوكاش كيساوي 0 الا كانت اكس كتساوي 4. دونك هنا فهاد 4 هادي هذا كينعدم هنايا فوالا، الا نعدم هو حتى 16 ناقص اكس كاري حتى هي كتنعدم. فوكاش كينعدم 4 زائد اكس كينعدم الا كانت اكس كتساوي ناقص 4، دونك في البوان ناقص 4 هنا كينعدم، كينعدم هاد 4 زائد اكس كينعدم يعني فوكاش كيساوي 0 هي كينعدم فوالا. دونك بحال هكا، دونك هذا هو جدول الاشاره ديال 16 ناقص اكس كاري. دابا خصنا نعمرو هاد الجدول باشارات. هنا شنو كنديرو؟ كنديرو اشارات ا ناقص اشارات ا. شنو هي ا؟ كتشوف مثلا عندك حدوديه ال ا هو ناقص واحد اللي مضروب في الاكس هذا، هنا كنقولو اشارات ا هي ناقص، هنا عكس اشارات ا هي زائد. ولا تقدر دير واحد الطريقه، هاد 4 ناقص اكس غادي تشوف فوكاش كيكون كبر من صفر، كيكون كبر من صفر الا كانت اكس صغر من 4، يعني في هاد البلاصه هذه في البلاصه. دونك من هنا يعني من الاكس كيولي محصور بين 4 ومولا فيني كتكون موجب عليه كنديرو هنا بليس هنا بليس. اما باش كتكون حافظ مثلا عكس اشارات ا اشارات انا غير كتربح الوقت، يعني بلا ما تبقى تفكر واش فوكاش غادي يكون كبر من الصفر واش فوكاش غادي يكون صغر من الصفر. هنا هنا شنو كنشوفو؟ شان هاد اكس زائد 4 كينعدم في ناقص 4. هنا اشارات ا شنو هي؟ اشارات ا هي اشاره ديال الواحد، دونك هي بليس هنا بليس هنا ناقص. علاش هذا فوكاش غادي يكون كبر من الصفر؟ غادي يكون كبر من الصفر الا كانت اكس كبر من ناقص 4، يعني من ناقص 4 لبليس لانفيني كتكون موجبه. دابا نشوفو 16 ناقص اكس كاري، هنا كنديرو ناقص في الزائد بليس في الموان موان بليس في البليس بليس بليس في الموان موان. حنا شنو خصنا؟ خصنا ما بداخل الجدر يكون كبر من او يساوي صفر. فوكاش غادي يكون هذا كبر من او يساوي صفر؟ في هاد الانتغفال هذا، يعني من ناقص 4 ربع في هاد البلاصه هذه. دونك الدومين دو ديفينيسيون ديال اف شنو كيساوي؟ هي ناقص 4 4. دونك هذا هو الدومين دو ديفينيسيون ديال لا فونكسيون هادي. دابا نشوفو اخر فونكسيون. الفونكسيون هادي شنو كتساوي؟ كتساوي واحد على جدر ديال جوج ناقص اكس. هاد الفونكسيون هادي واحد فونكسيون غاسيونيل اللي فيها الكسر وفيها الجدر، دونك فيها جوج، فيها الكسر وفيها الجدر. كنا كنقولو بان الا كان عندنا الكسر، دابا نورمالمون الا كان غير الكسر بوحدو شنو كنقولو؟ كنقولو بان هذاك المقام خصو يكون ديفيرون دو زيرو، والا كان عندنا انت جدر كنقولو ان ما بداخل الجدر خصو يكون كبر من او يساوي صفر. دابا في هاد الكادي شنو عندنا؟ عندنا الجدر وعندنا الكسر. في الحالة دي شنو خصنا؟ عندنا جوج ديال الشروط هنا. خصنا ان هذا اللي هو جوج ناقص اكس خصو يكون ديفيرون دو زيرو، يكون كيخالف صفر،
وخصنا جوج ناقص اكس تكون هي كبر من او يساوي صفر. هاد الشروط هادو بجوج شنو غادي نعطيونا؟ الشرط عطيونا شرط واحد، هذاك الشرط شنو هو؟ ان ما بداخل الجذر اللي هو جوج ناقص اكس خصو يكون اكبر قطعا من صفر. الا كان كبر قطعا من صفر دونك راه معمر هذا يكون كيساوي صفر، وديما غادي يكون بوزيتيف، يعني ما بداخل الجذر ديما غادي يكون كبر من صفر ومعمره يكون كيساوي زيرو. دابا هنا نشوفو فوكاش يتحقق الشرط هذا. غادي يتحقق الشرط الا كان جوج كبر من اكس، اللي غادي تعطينا اكس خصها تكون صغر من جوج. اكس صغر من جوج شنو كتعني؟ كتعني بان دومين دو ديفينيسيون ديال هاد لا فونكسيون هادي شنو هو؟ هو مول لانفيني جوج. جوج ما دخلاش حيت اصغر قطعا، دونك فحال هكا. دونك هذا هو الدومين دو ديفينيسيون ديال هاد لا فونكسيون هادي.